الوقت اللي كانت بتعاني فيه مصر من الاستعمار الإنجليزي، لقت القيادات الوطنية ضرورة إن يكون في نادي ثقافي لطلبة وخريجي المدارس العليا ينظموا فيه فكرهم ودورهم الوطني. بالفعل تم تأسيس النادي عام 1905 بشارع قصر النيل برئاسة عمر لطفي بيك اللي كان وكيل مدرسة الحكم. ولأن العقل السليم في الجسم السليم، قرر عمر لطفي بيك كمان أهمية إنشاء نادي رياضي يلعبوا فيه الشباب دول الرياضة، وبالفعل اقترح الفكرة على مصطفى كامل الزعيم الوطني صاحب المقولة المعروفة: لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً. وبدأوا مشوار التأسيس من عام 1907 لغاية لما تم الافتتاح عام 1909 ليكون النادي الأهلي أول نادي رياضي يتعمل بدافع وطني وباشتراك رخيص جداً، 6 قروش بس في الشهر، في وقت كان عدد النوادي الرياضية محدودة جداً وموجودة أصلاً لخدمة الاستعمار الإنجليزي والجاليات الأجنبية. طب إزاي يكون الفكرة من وراء تأسيس النادي الأهلي وطنية ويبقى أول رئيس له الإنجليزي ميتشل أنس؟ طب مش أولى كان يبقى عمر لطفي بيك صاحب فكرة تأسيس النادي يبقى هو أول رئيس؟ لأن الإنجليزي ميتشل أنس كان مستشار في وزارة المالية، بالتالي له كلمة مسموعة عند سلطات الاحتلال الإنجليزي يقدر بيها يسهل عملية الحصول على أرض النادي. مش بس كده، ده كمان في بيته في الجيزة كان بيتم عقد جلسات التأسيس اللي كان بيحضر فيها شخصيات وطنية كتير، وفي الجلسات ديت اتفقوا على ان يعملوا شركة اسمها شركة النادي الأهلي للألعاب الرياضية يقدروا بيها يجمعوا المبلغ المطلوب لتأسيس النادي، واتفقوا كمان ان سعد زغلول يبقى الرئيس الشرفي للجمعية العمومية. 5000 جنيه ده كان المبلغ المطلوب لإنشاء النادي، ولكنه كان مبلغ بمقام ملايين دلوقت. يا ترى هيجمعوها ازاي؟